لقد أتوا إلي، أنا آتية. أفتح. طاب مساؤك، شكرا لك. كل هذا لي. الآن سأصلح هذا السرير قليلا. بماذا تفكر؟ أرتدي القفازات وأبدأ العمل. الآن سأصنع سريرا مثاليا، لهذا أنا بحاجة إلى هذه الأشياء. سأسقط. كوني حذرة. كل شيء على ما يرام، لا ضرر. نواصل. هل أنت بخير؟ نعم نعم، كل شيء على ما يرام. وجدت أشياء مهمة جدا عن البناء خاصتي، سأضعهم هناك. وواحدة أخرى. والآن لنبدأ بالعمل. أوه أنا أسقط. لقد قلت لك انتبهي. كل شيء على ما يرام. الآن سأرمي هذه في القمامة وأصنع سرير رائع. نعم سهل جدا، أحتاج إلى إصلاح القضبان. وهذا نصف العمل. نعم عمل عظيم. مثالي، فقط جاهز. واو أنا أيضا أريد. أستطيع بسهولة حل الموضوع. أوه وصلوا بالفعل. تفضلوا، هذه أموالكم. سنفعل كل شيء أنستي. شكرا لك. ما هذا؟ كان ثقيلا. كيف ذلك؟ واو رائع. نعم نعم، لا شيء مثير للدهشة. سأحصل على أفضل سرير. ووضعوا أيضا الأزهار. نعم نعم، أحسننا عملا. كل شيء جاهز. اللمسات الأخيرة. وانتبهوا إلى أعينكم. واو لا تحسدينني، لا يزال لدي أفضل سرير. من الصعب الجلوس هنا، غير مريح. أما هنا رائع جدا، لماذا تنظري إلي؟ حسنا حسنا، ماذا علي أن أفعل؟ أها يمكنني استخدام هذا الستائر. الآن سيكون سريري جميل. وماذا إذا أخذت شيئا آخر؟ هذا رائع أيضا. الآن علينا تثبيت كل شيء بمساعدة خرازة الأوراق. لنذهب للعمل. الستارة الأولى جاهزة، والآن الثانية. انتهيت، الآن جاهز. لماذا رميت الدباسة علي؟ واو الآن سأفاجئ الجميع. الشيء الرئيسي هو الربط بإحكام، والطرف الآخر أيضا. لدي أرجوحة جميلة الآن، أستطيع أن أستريح عليها. صنعت لنفسها أرجوحة شبكية؟ لا تحسدينني. كم أشعر بالملل؟ فكرة؟ لست بحاجة إلى الأرجوحة الآن. سأصنع طاولة من هذه المنضدة وهذا القماش. يجب أن يكون جميل. والآن سأضيف بعض الأشياء. طقم شاي مذهل وأكواب لطيفة. مرحبا بكم في حفلة الشاي أصدقائي. روضة أطفال، حفلة الشاي. لدي فكرة أفضل، أريد الاستماع إلى الموسيقى. بالتأكيد سوف تحسدني. مرحبا. تفضل ضعهم هنا. هل لديكم حفلة اليوم؟ أي حفلة بدون أضواء. شكرا لك، أحسنت عملا. تفضل المال. شكرا. سأقوم بدعوة جميع أصدقائي بسرعة. ما هي الحفلة بدون صديقاتي؟ يا فتيات لنستمتع بوقتنا. الآن سيكون روعة فقط. ما الذي يحدث معهم؟ ممنوع الدخول؟ لا نريد أبدا. كم هو الصوت عالي؟ مستحيل أذني. قومي بإيقاف تشغيل الموسيقى. سأتصل بمن يمكنه حل الموضوع. الموسيقى صاخبة جدا، هل ستأتي؟ أنا في انتظارك. بسرعة. مرحبا بك، إلى هناك. سنكتشف ذلك الآن، لا تقلقي. هل هذا هم؟ سأعمل بكل حرفية. يا بنات أنتن صاخبات جدا، هذا سيء. لدي فكرة، هذا لك. شكرا جزيلا، سررت بالتعامل معكم. طاب مساؤكم. يا له من يوم جيد، أريد أن أرقص وأبتسم. أنا على حق، يجب أن أذهب. مع السلامة. أرأيت كيف تحل المشاكل؟
أنت مرة أخرى؟ فكرة، يمكنني الاستمتاع أيضاً. سترين، حفلتي ستكون أفضل بمئة مرة من حفلتك. كل ما أحتاجه هو كرة أرضية. سوف أريكي. دعونا نحصل على الأقراص. ممتاز، هذا يكفي. الآن أنا بحاجة إلى قطعهم إلى قطع صغيرة. يجب الحرص على عدم قطع نفسي. نعم، جاهزة. الآن الكثير من المربعات اللامعة. سألصقها على الكرة الأرضية. واحد تلو الآخر. هكذا. لنديره. جاهز، وهو جميل. الآن بحاجة إلى تعليقه هنا. مذهل، سررت. الآن الأقراص المتبقية ستزين الحائط. ألصقهم بلطف هكذا. ولدي مكبرات الصوت هذه، رائعة. سأقوم بتشغيل موسيقي المفضلة بأعلى صوت ليستمع إليها الجميع. هل تحبون ذلك يا أصدقائي؟ ما هذا؟ يا لها من حفلة رائعة، نحن بحاجة إلى الذهاب. مرحبا، هل ممكن أن ندخل؟ بالطبع، انضموا إلي. هذه حفلة شاي رائعة. كيف هذا ممكن؟ أنا بحاجة لبعض الضوء. الكتاب ممتع جدا. ماذا؟ الضوء يومن. هذا ليس جيدا. لقد انطفأ. هيا أعمل. ماذا أفعل الآن؟ واو، لدي صندوق من المصابيح. كم يوجد؟ هذا يمكن أن يفي بالغرض أو يمكن استخدامه لشيء آخر. سأضع كل المصابيح على الأرض. هذا الصندوق لا نحتاجه. هكذا. أما هذا فنحن نحتاجه حقا. بتعبير أدق، السلك. والآن بحاجة إلى إرفاق كل المصابيح به. جاهز، أحسنت عملا. ماذا تفعل؟ الآن سأعلق إكليلا حول محيط السرير. اتضح أنه جيد. ما هذا؟ نعم، إنه فقط جميل جدا. مشرق للغاية. الآن يمكنني قراءة كتابي. واو، أنا أريد ذلك أيضا. أحتاج إلى التوصيل بشكل عاجل. مرحبا، أنا بحاجة إلى مساعدتك. أريد إضاءة هذا السرير. لا مشكلة، أحضرت كل ما تحتاجيه. سيكون السرير الأكثر إشراقا. سترين، نشغله. جاهز. رائع، هنا أموالك. شكرا لك. لا، هذا مرعب. كل شيء يحترق. سريري، ماذا أفعل؟ أنا خائفة. نحن بحاجة إلى إطفائه. لا تقلقي، سأنقذ سريرك. انتهينا. كان ذلك مخيفا حقا. أدعوك إلى سريري إذا. حسنا، سآتي. ماذا علينا أن نفعل؟ لديك مكان لطيف جدا والألعاب لطيفة. نعلن السلام. بالطبع. وها هي مدرستنا المفضلة. لقد وصلنا. يا له من كابوس. الصراصير تسرح وتمرح. كل شيء مكسور. لا أريد أن أعيش هنا. انظري كيف يزحف هذا الصرصور الضخم على سريري. أنا أعرف ماذا أفعل. سأرمي الأثاث القديم وأطلب أثاثاً جديد. سيكون لدي مثل هذه الغرفة. انظري وينزداي، كم هذا جميل. كم هذا ساطع؟ سأصاب بالعمل الآن. أبعدي هذا عني. غرفتي ستكون هكذا. كئيبة وقاتمة، أغلقي. إنه أنيق. سأشتري الكثير من الأشياء الرائعة. سوف أفتح. يجب أن يكون طلبي. تفضل من هنا. هذه رفوفي. مساء الخير، تفضل بالدخول. أنا سعيدة جدا. يا له من رف أبيض جميل. وكل شيء ملائم ومناسب. السرير جاهز للمادموزيل، كما تم وضع الألعاب. اللمسات الأخيرة. تبقى أن نضع السمكة ونعلق الصورة. الآن كل شيء جاهز. الوسائد جاهز. ممتاز، شكرا لكم. إلى اللقاء. أنتم حرفيين رائعين. واو، هذه حقا غرفة جميلة. أنا سعيدة جدا. توقفي بالفعل. أنا ذاهبة لعالم الألوان واللطف. وأنا سأفعل كل شيء بنفسي. النجمة الصغيرة الحلوة. أتساءل ماذا تفعل.
أنا بحاجة إلى تحديد المنطقة. انتهيت. ما هذا؟ لا تدخلي إلى أراضيي. شيء، أحضر لي الصندوق بسرعة، لدينا الكثير من العمل. أخيراً الغطاء يطير. عظيم، لوحة سوداء، هذا المطلوب. لماذا تصدر الضجة؟ سأرمي هذا هنا الآن وسأحتاج إلى هذا. شيء، ادخل إلى الصندوق وأحضر المثقب. هيا أعطني الآن، سأثقب كل شيء. هذا البرغي، برغي آخر، هذا كل شيء. أنا ماهرة جداً. شيء، أعطني دباسة البناء. شكراً. الآن سأصنع ستائر للسرير، ستستغرق بضع دقائق فقط. الآن الزينة، سأخذ الكرتون وألصقه على الحائط، وسيكون لدي إضاءة خلفية، سألصقها أيضاً على الحائط. شيء، تعال إلى هنا. هيا، هل أنت عالق؟ شيء، نحن بحاجة إلى إخراجك من هناك. حسناً، سأفعل ذلك بنفسي. اذهب أنت. سأخذ الثلج الاصطناعي وألصقه هنا كما أريد تماماً. الجدار ناعم، باقي ألصق آخر قطعة، لكن هناك شيء مفقود. شيء، فكرة جيدة. شيء، أنت على حق، أنا بحاجة إلى بخاخ الطلاء الأسود. نعم، ساعدني الطلاء لجعل كل شيء أسود. بقي تعليق الستائر. غرفة رائعة، مظلمة ومتوهجة. كم هذا مخيف حتى النظر إليه. أضيف القليل من الديكور. أشياء سوداء جميلة وكرة أرضية. وهنا سأعلق أرجوحتي الكئيبة. أنا سعيدة لأنني عبقرية. ما هذه الأصوات الرهيبة التي تقاطع الموسيقى؟ وينزلي تعزف؟ إذن سأحضر مكبر صوت وميكروفون. نعم، ميكروفون وردي رائع. الآن سأغني أغنيتي المفضلة. الآن يعمل؟ لا 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 لا. إذن ماذا هناك؟ أعرف ماذا أفعل. أحب الموسيقى الساخبة. لماذا انطفأت الأضواء؟ ماذا حدث؟ سأرقص رقصاتي المفضلة المظلمة والقاتمة. إذن هذا هو السبب. حسناً، انتظري. ماذا؟ الضوء مجدداً؟ هذا كل شيء، انتهيت. شيء، إلى هنا بسرعة. علينا أن نقرر شيئاً ما. ماذا؟ مهلاً، لا تلمس هذا. لن أدعك، اتركه. دعيه، أطلب منك بلطف الآن. لا، توقفي. لا، شيء وقع في الحوض، سوف يغرق الآن. اهدئي، ما هذه الدراما؟ أنا بعدك. ماذا هناك؟ لقد غرق. توقفي عن الذعر، لم يغرق، سوف أخرجه الآن. هذا كل شيء، فقط تبلل قليلا. أنا سعيدة الآن. يا له من مكعب روبيك رائع، نجحت في حله. لكنني أريد أن أكل الآن. ربما سأطلب بعض الأكلات اللذيذة. أوكي، ممتاز، سيحضرونهم قريبا. وأنا؟ لقد أحضرهم بالفعل. طلبي هنا. مرحبا، تفضل. ضع ثلاجتي هنا. وداعا. كم هي رائعة ومشرقة. لنرى الآن. نعم، هذا كل ما طلبته. المارميلاد الجميل، لذيذ جدا وحلو. نم نم نم. يبي. انا ايضا اريد ان اكل. شيء، احضر لي شيئا، انا جائعة. ماذا تحمل هناك؟ ما هذا؟ اتمنى ان يكون عصير طماطم.
حسناً، جيد جيد. وما هذا؟ عيون المرميلاد؟ بالضبط ما هو مطلوب، عيون ممتازة وحلوة، أعشقها. خطرت لي فكرة، أعتقد أنني سأمزح مع إنيت. إنيت انظري. ماذا؟ مرهب، عيون جميلة. وينزدي ماذا معك؟ سأنتهي من هذا وآتي إليك. لقد أخفتيني. نعم أنا أمزح معك. حسناً هذا غير مضحك، هيا كل المارميلاد خاصتك. واو الآن لدي كل شيء للديسكو. كرة من المرآة رائعة جداً، سأرقص حتى الصباح. تعطيني الكثير من الضوء، سأعلقها هنا. إنها أنيقة ببساطة، وهذا هو مصباحي الجميل. سوف أعلق المزيد من الأضواء هنا. إذن تبقى فقط إضاءة وتشغيل كل شيء. روعة، ديسكو مذهل. سأتصل بأصدقائي. مرحبا أصدقائي، سأرتب حفلة الديسكو في المنزل، تعالوا لنستمتع. الجرس، أنا آتية. انظروا كم المكان جميل، هيا نلتقط صورة معا. لدي كرة بلورية هنا، رائع، يمكننا الرقص. وصورة أيضا، يا لها من حفلة حقيقية، نرقص حتى نسقط. ماذا يحدث هناك؟ مخيف جدا، لكن دعونا نلقي نظرة فقط بهدوء. ماذا تريدون؟ هذا الشبح، لنركض من هنا. أسرعوا، أفضل الجلوس لوحدي. أنا آسفة لأنني أزعجتك. لدي مرآة وأحمر شفاه وردي رائع، الآن سأضع الحمرة. نعم أجمل بكثير. شيء، ماذا تفعل؟ هل تركب لوحة الأصابع؟ هل تأذيت؟ أنت ذاهب إلى المنزل. حسناً ودان، أحتاج إلى إنهاء روايتي بحلول الموعد النهائي، لم يتبقى سوى القليل، بضع فصول ويمكن إرسالها للناشر. شيء، ابتعد عني. ماذا تحتاج؟ هيا دعنا نرى. لا شيء، ليس لدي وقت، دعني وشأني. حلاق اذهب تنزه. يا لها من ألوان ساطعة مشرقة. ماذا هناك؟ شيء، ماذا حدث؟ هل تم طردك؟ هاي توقف شيء، انزل عن شعري حالا. لماذا تشتتون انتباهي طوال الوقت؟ مرة أخرى هذه الحيل؟ أنا بحاجة لوقف هذا. تعال إلى هنا شيء. أيها الوغد، سوف نضعك في قفص لتفكر في سلوكك السيء. المسكين، من فضلك دعه يخرج. من فضلك، إنه لطيف للغاية. أشعر بالأسف من أجله. تعال هنا. سأدعك تخرج. هيا لن نتشاجر، موافق؟ أعطني تحية. ودان، أنا سعيدة، شكرا لك. اتركيني وحدي. وينزدي، أنت جيدة، شكرا.